شكرا عبد الرحمن شبون، قلنا مختص في رياضة الجوجيتسو البرازيلي، يرافقني في التعليق على هذه المنازلة. الآن الجولة الثانية بين أمل حملات وبشرى بناني. مشاهدينا الكرام، الحكم حكم عامر سيدالي كان قد أشار عند نهاية الجولة الأولى إلى فوز أمل حملات بجولة الأولى. الآن الجولة الثانية، هنا نشوف رامي يعتمد على الأيدي، هنا ضربة غير قانونية، هنا دوك رامي يعتمد على الأيدي. ربما بدأ اللاعب العشوائي من طرف المصارعتين أمل حملات وبشرى بناني، دائما اعتراض من طرف أمل حملات على طريقة اللعب والنزال لبشرى بناني، اللي قلنا أنها تأهلت من الدور الربع النهائي بعد نزال شاهدناه ضد ناريمان سلمي. المنازلة هذه تأتي في إطار الدور نصف النهائي من وزن أقل من 67 كيلوغرام. هنا نشوف بناني راهي سيطرت على أمل سيطرت على الجولة الثانية على حسب ما نشوفه، ما كناش حابين نشوفوا نزال هكذا في النصف النهائي. إن شاء الله نعاودوا نشوفوا نزال، نعاودوا يسقموا روحهم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، سبقنا وشاهدنا منازلات عديدة في أوزان مختلفة، صنف ذكور وإناث، وكان المستوى رائع وجيد لكل المنازلين اللي أبانوا على مستوى لا بأس به. هنا يراهم يخدموا بزاف يديهم